هاد لا فيديو هادي هي الجزء الثاني ديال السي في. الجزء الاول هضرت فيه على الاساسيات ديال السي في، دابا كنهضر على كومون اون بو اميليوري سون سي في. الا كان ديجا عندكم ان سي في بازيك بلا ما تشوفوا لا فيديو الاولى، سي سني با الكا شوفوها عاد رجعوا شوفوا هاد لا فيديو. اولا الشكل ديال السي في، خاص السي في يكون تيستاهل انه يكون سي في ديال 2018 2019 2020، صافي. ديك لي ديزاين القدام حاولوا انكم تيفيتيهم، ديزاين جديد يكون تيحترم الذوق العام في الالوان وفي الاشكال وفي الطريقه ديال الكتابه. بالنسبه لدي ميتي ستاندار ديروا ان سي في ستاندار، بالنسبه للميتي بحال لي ديزاينر بحال لي زارتيست، لي ميتي اللي فيهم اون مارج دو كرياتيفيتي نقدروا نبداو في السي في. الناس وصلوا تيديروا ان سي في في ان بالون باش يخدم مع البي جي، اولا ان سي في فيديو باش يخدم مع اون بواط دو كوم. المهم هو تبقى اليني مع لو تيب دو بروفيل، مع لا فيزيون ديالك ومع الشركه اللي غتخدم فيها. الحاجه اللي كنشكو منها الناس اللي يلاه تخرجوا تيقولك السي في ديالي خاوي، في واحد جوج سطوره ديال لا فورماسيون اون اكسبيريونس وكلك كومبيتونس وشويه لونغ وشويه لوازير، دونك ما فيش اسي دو كونتوني، كيفاش ندير؟ سهله، غنعطيكم مثال على لا بارتي فورماسيون وغتابليكي على السي في كامل. فاش تنكتب انجينيور ديتا اون انفورماتيك بلا 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 من ليكول الفلانيه، كنرجع السطر وكنكتب دو ولا تخوا ماتيير او لا موديول اللي مهمين في هاد لا فورماسيون ديالي اي كي بوف انتريسي هذاك لو ريكروتور. اي بيان سور هنايا ما تحطش دي موديول اي دي ماتيير اللي ما كتميتريزيهمش، حيت في لونتروتيا غادي يسولك عليهم. لا ميم شوز بالنسبه لي زيكسبيريونس، كنكتب ليكسبيريونس وكندير دو تخوا تيغي على لي طاش اللي درت في هذيك ليكسبيريونس بروفيسيونيل باش كنديتايي، لان بعض المرات لانتيتولي ديال ليكسبيريونس يقدر ما ياتيريش ليش لاطونسيون ديال لو ريكروتور، ولكن وحده ولا جوج من لي طاش اللي درتي في وسط ديك الخدمه هما اللي تيقلب عليهم. في لا بارتي كومبيتونس سوي سبيسيفيك، اي حاجه كتبتوها خص تكون دقيقه وخليكم لي جينيراليتي، واي حاجه كتبتوها وجدوا ليها الجواب لان ممكن يسولك باش عرفتي راسك كرياتيف، باش عرفتي عندك ليسبري ديكيب، بين لي انك تتميتريزي جافا جي دوزو او لا شي حاجه اخرى. في لي لونغ الا كنتي كتميتريزي غير بعض الكلمات الاساسيه في واحد اللغه كنسميوها نوسيون دو باز. الا كنتي هاو ار يو هاو ار يو تو تقدر دير اون ديسكوسيون بازيك كنسميوه نيفو سكولير. الا اللغه علمتها لك ماماك ولا باباك كنسميوها لونغ ماتيرنيل، بحال الامازيغيه مثلا. الشباب اللي كيتشكاو من المستوى ديالهم في اللغه الفرنسيه اللي كيكون ضعيف ولكن تيعرفوا لي مو تكنيك اللي عندهم علاقه بالدومين ديالهم، هادي كنديروا اللغه وكنكتبوا حداها تكنيك. اي بيان ايفيدامون لو اكري بارلي او لا لو بارلي او لو اكري على حسب نتايا واش كتميتريزي فيه كتابه او لا في الهضره او لا في القرايه. كوغون لا ميتريز بارفيت بالنسبه للناس اللي ما عندهم ادنى مشكل انهم يتعاملوا مع واحد اللغه. واخيرا للوزير وعافاكم عافاكم، ايفيتيو ديك ليكتور فواياج سينما، ومني غادي يسولكم لو ريكروتور اخر كتاب قريتو غادي تقولوا له لا غلوار دو مون بير. كتبوا داكشي اللي كيعجبكم، داكشي اللي كتبراتيكيو. الا كنتو شي حاجه كتبراتيكيوها كتكتبوا لوازير وكتكتبوهم، الا كنتي ما كتبراتيكي والو عندك اهتمامات كدير سونتر دانتيغي، تنهتم بالتاريخ تنهتم بالفلسفه كنهتم بلا مود اي انسي دو سويت. المهم فهادشي كامل انك تكون سبيسيفيك، حتى الا كنتي كدير فوتبول كدير فوتبول دو بوين، واش كتفرج واش كتلعب. ليكتور اش من نوع الكتوبه تتقرا، سينما اش من نوع الافلام كتفرج فيهم، فواياج اش من شكل ديال لي فواياج اللي كيعجبك اولا شنو هما لي ديستيناسيون اللي فايت لك مشيتي ليهم. والناس اللي كيديروا العمل الجمعوي بكثره يحاولوا يديروا اون روبريك خاصه يسميوها البارا يونيفرسيتير ولا لاسوسياتيف، ويديتايو شنو هما لي بروجي اللي خدموا عليهم، حيت هاد لابارتي هادي كتعطي اون فورس للسي في ديالكم. بغيت نتعمق معكم في السي في ولكن ما بغيتش نكثر عليكم في هاد لا فيديو، داكشي علاش غادي ندير ان لايف لاباج ديال الكوتش باش نجاوب على الاسئله ديالكم دون مانيير سبيسيفيك عاوتاني، باش نبقاو غادي كل فيديو نديروا له اللايف ديالو ان شاء الله. واخيرا الى عجبتك هاد لا فيديو هادي بارطاجيها مع صحابك، طاقي صحابك اللي تيقلبوا على خدمه او لا تيقراو وغادي يقلبوا على خدمه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نهضروا على لونتروتيان دوبوش. وقبل ما تمشيو عندي لكم واحد لانونس مهمه جدا، بناء على الطلب ديال بعض منكم صايبت ان بروغرام دو كوتشين فيديو فيه اكثر من 25 فيديو ديتايي على لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا دو ا ا زد. اللي بغى يعرف بلوس دو ديتاي على هذا البروغرام في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو هادي غتلقاو لو ليان ديال ان جروب فيسبوك، غادي تاجوتيو راسكم في لو جروب اون فافوز اكسبتي، غتلقاو لا فيديو تمايا اللي كتشرح لكم اون ديتاي شنو هو هذا لو بروغرام دو كوتشين فيديو. من الفيديو الجاي تهلاو في راسكم.